شو رأيك بابا؟ منيح ما؟ منيح، حتى أكثر من لازم. خليلي بيشتغل من زمان بشركات كبيرة ولا اسمه، وحبيت يكون مكتبه عنا مرتب. ما كان في داعي لهالمصاريف يا ابني، انت عم تتسرع. من أول يوم له قررت تطبع له الكروت، ليش بقى؟ خليه أول شي بلش بالشغل عنا ونشوف خيره من شره. نحن ما عم بنجيب عامل على الشركة بابا. تأكد أني بعرف خليلي منيح ومتأكد من خبرته. أنا يا سامي ما عم أحكي عن خبرته، عم أحكي عن شخصيته. اطمن، أنا كفلان شخصية رفيقي بابا. شو بدي أعمل بهذا سعيد؟ آه؟ صار له فترة حتى ما عاد تنازل ورد على تليفوناتي. كان من قبل يتصل فيني كل ساعة أو يبعث لي مسجات، هلأ مسائل فيني بنو. بجوز كرهني، ما بعرف. يعني أنتي وسعيد العلاقة اللي بيناتكم كلها غلط، وأنتوا بتعرفوا إنكم ما رح تكملوا مع بعض، لهيك ما في داعي إنك تتضايقي منه. مبين هلأ ولا بعدين رح يروح كل واحد طريق. يعني هو رح يرتبط بوحدة من عمره وأنتي رح ترتبطي بواحد من عمره. لشو هالحكي كله؟ بس لا تعذبيني وتخليني اتضايق. الواحد ما بيحكي لعدوه هالحكي. لك يا منال كوني شوي واقعية، فتحي عيونك ولو. يعني إذا حبيته ما بكون واقعية؟ في ملايين الأمثلة وكلهم قدامك وكلهم مبسوطين، ليش ما منكون أنا وسعيد مبسوطين؟ شوفي لآخر مرة بدي قلك، إذا فكر سعيد إنه يتركني رح انتحر، مفهوم؟ صدقيني بموت وما بتركه. ردي. ليكي طلبي الحساب لنمشي. شو صار لك؟ خلينا نمشي من هون، خلصنا بقى. شو حلو هالمحل. حلو ما هيك؟ كتير. أهلا وسهلا. شو أهلين مرحبا. أهلين. إيه شو رح ناكل؟ همبرجر. همبرجر من الصبح بكير. هون بيقدموا فطور طيب كتير، رح أطلب إلي ولك. إيه؟ مو قلت بدك همبرجر؟ لك همبرجر شو من الصبح بكير، رح أطلب فطور لشخصين. أوف مثل ما بدك. بالله إذا بتريد. منال حاجة تطلعي فيهم، ما بدنا مشاكل. ماشي يلا. يلا خلينا نشوف. أي شوفي بارد شوي. لا تتحسسي من كل شي زينة. شاهي لو انتي محلي كنتي رح تنأذي. الوضع كله منيح دكتور؟ هيك مبين. بتحبي تشوفيه؟ تعي لو سمحت. طلعي هذا هو. عفوا وينه؟ طبعا هو لسه ما له واضح كتير. يا عمري قديش صغير. هلا على شو تأثرتي كل هالقد؟ أنا مو شايفة شي منه للولد. شفته زينة، يعني هالصغير اللي مانك شايفتي منيح هلا رح يتحول لطفل بعدين. هذا الشي مثل المعجزة. مو حاسة فيه جواتك؟ لا تحكي هيك مع أختك، ما بيصير، لأنه الحمل سعادة كبيرة وكمان دراما. الظاهر أنا لساتني مرحلة الدراما. وهلأ خلصنا. هدول لألك، هدول صور البيبي، خليهم معك. فيكي تمسح الجيل وتقومي. مسكي. ألف مبروك. شكراً كتير. هدول خليهم معك أنتي، إذا شافتهم أمي بشنطتي والله بتعمل لي قصة. تشيرز. لازم أمو أحكي معه. هيك لا تجني، بعدين بتحكي معه. طولي بالك واهدي شوي، كأنك ما بتعرفي الرجال. الرجال ما بتعجبه المرة اللي بتلحقه وشخصيتها ضعيفة. لا تفرجي إنك مقهورة وغيرانة، شو رح تعملي؟ ليش طيبين؟ دوق. خلاص سوزان شبعت. دوق دوق طيبة كتير. عن جد طيبين. لك لسه في شغلات كتير لازم تتعلمها مني يا فهمان. شو مثلا؟ مثلا واضح انه ما في شيء. غليظ. ايه هلا ما خطر على بالي شيء.
خلاص سوزان لا تحرقي مثل الاولاد الصغار. امشي. أمي لازم اعرف لوين رايحين. منال مشان شو بدك تعرفي؟ حاجة طرطقي مثل الاولاد، نقرتي لي راسي. شو شايفتيني بعرف شو عم ساوي، لا تزيدي علي. كنت خايفة يسألني الدكتور وينه جوزك وليش ما اجى معك. كيف بدي اقول له انه حضرته لسه مو جاهز يصير اب وتركني لحالي ومو سائل فيني. خلص لا تبكي، الناس عم يتطلعوا فينا. امسحي دموعك. انتي قلتي لماجد كل شيء قلت لك اياه بالتفصيل؟ قلتي له امي واختي وصهري ما رح يسكتوا على هالشغله ورح يحاسبوك عليها؟ لا لسه. لك انتي ناويه تموتيني زينه؟ شو عم تنتظري يا اختي؟ انتي هبله شيء؟ روحي اقنعي خطيبك وخليه يحدد موعد لكتب كتابكن. بجوز ما يعطوكن موعد لبعد اسبوع او اكثر. انا ماني خايفه من ناحيه ماجد اختي، هو متردد شوي بس بعدين اكيد بده يوافق، بس الشغلة ما بتنتهي إذا قبل ماجد يتجوزني. أنتي بس حاولي تقنعي لماجد وأنا بحل الباقي. إذا مو اليوم بكرة بروح وبحكي مع سامي مشان يشغله بالشركة. لا تاكلي هم. شكراً كتير شاهي. أها عمو أحمد هون. فكرت سامي لحاله، كيفك؟ منيح شكراً. لكان عندي خبر حلو كتير. في شركة إنشاءات سمعت بطلبية نجدت وبدها تتعاقد معنا فورا. على خير. ما بعرف شو رح يصير بس الشغل لفوق راسنا. والله برافو عليك، عم تشتغل وكأنه دينامو. دينامو ما بيتعب. إذا ما عملت هالشركة أكبر شركة بالبلد ما رح يجيني نوم. تشرب قهوة ولا نورة تجيب لك؟ اوعك لا لا، ما بدي تلهي عن شغلة. بعدين يا زلمي بهدلتني قدام نجدت، قلت له بدي قائمة الأسعار وهو بعت لي الفاكس فورا وكان عم يستنى اني رد له خبر طبعا. بعدين حكاني بالتليفون ليطمن، قلت له يمكن في غلط هلا بشوف. أتاري طلعت هالديناصور السكرتيرة أعطيته الرقم الفاكس غلط، بتتخيل هالشي؟ يا أخي المخلوقة غلطت وشو صار؟ ما في داعي نسبها ونقول بأفاها، كلام ما بيسوى بيسألها. السكرتيرة ما بيصير تغلط هيك غلط، مو مسمح لها، واحد غيرك مستحيل إنه يسامحها. يعني لو تركونا وراحوا جابوا طلبية من شركة تانية شو كنا رح نعمل؟ خلص خلص، أنا بكرة بحكي مع نورة وبنتفاهم، ما عاد تنعاد. وليش الفرصة التانية؟ مشان شو؟ خلص قلعها. خلص مو لهالدرجة يا زلمة. يعني أنتوا ليش مجبورين فيها؟ لو أن موظفة بالدولة كانت تقاعدت. الظاهر أنك لما اشتغلت بشركات برات البلد نسيت أخلاقنا وصرت واحد غريب عنا، والوفاء والإخلاص محيتهم من حياتك ولغيتهم من قاموسك. هلا انا شو قلت لاكل هالبهدله سامي؟ انزلي لشوف. شكرا كثير. شوفي شوفي شوفي، انا ما عاد فيني اتحمل، جاء على بالي انزل وبهدله هو وياه. لك خلصنا منال، هدي اعصابك شوي. شو صار؟ روقي، بتكون قرايبته او من ضيعته. بالله فعلا قرايبته. ايه هي قرايبته. شو هالقريب اللي عم تعانقه وتبوسه؟ يعني انا شو بعرفني مين هي؟ حيرتيني. شو بدي اقول لك يا الله؟ يلا خلص خلينا نمشي بقى. يلا صفاء. انت جايبه شي حبه مسكن معك؟ مو جايبه. ليش شو عم يوجعك؟ عم يجعني راسي، ما بعرف كيف هالناس بتشرب كل يوم وما بيتاثروا. يا عليك، شربتي سوزان؟ ايه شوي. انت وسعيد ما هيك؟ لا انا وسامي. امبارح اخذنا انا ومرته على محل كتير حلو واجا على بالي اشرب، قمت تقلت شوي. ولوين اخذكم؟ شو كان اسمه المحل؟ كان كتير مرتب وحلو، من زمان هو بيروح لهنيك. اكيد ما عاد راح بعد الزواج، عادي. حتى انه كان مخطط يروح يعيش بالهند ويضل هنيك على طول، بس لما تزوج تراجع. معناها شكله بيحب مرته كتير. لا مو كتير، ما بظن.
ليش قلتي هيك؟ والله ما عم بفهم، بس شاهيناز مانا هالست يلي بتخلي الواحد يحبها ويعشقها بجنون ويتعلق فيها، خاصة لحدا مثل سامي. يعني شوي باردة بصراحة. شوي وبس؟ اي قولي عنا فريزر وأكتر، على طول بالبيت منرفزة ومعصبة وشو ما بيضحك بنوب كأنه شي مديرة ثانوية وخصوصي لما بترفع شعرها لفوق زابطة. اي والله عم تحكي مزبوط، اما بتلبس احلى وارتب منها بكتير. ولا تقولي انها مرته لسامي، تخيلي شو بعرفني، بتبين انها اخته الكبيرة. يعني سامي، قصدي الاستاذ سامي، ببين عليه اصغر من عمره. قلت له انك عم تقولي عنه هيك بتعرفي؟ وشاهيناز احمرت وصفرت. انت فورا رحتي وصلتي له؟ ما عاد بدي احكي لك شي مرة تانية. يا الله صفاء، ليش زعلتي مني كل هالقد؟ انا ما حكيت شي سيء. لا بس الاستاذ سامي رح يفكر بعدين اني معجبة فيه. لا ما بيفكر هيك ابدا، يعني في فرق كتير بيناتكم بالعمر. يا حرام عليها، دفع كومة مصاري وجاب له طوق للست شاهيناز، لك حتى ما تنازلت ولبسته. وحلو هالطوق؟ شوفي، وانا اشترى لي بلاك كمان. شو حلو، بجنن سوزا. ما هيك؟ ان شاء الله الف مبروك، كثير لافق لك. شو حلو هالبلاك. انت مين يا اخ؟ اقعد بغير محل لو سمحت. حدا حكاكي عفوا؟ صفاء خلاص، انا بعرفه فياض، خلينا نحكي برا. قوم. سوزان، مين هاد؟ شو قصدك انت؟ قالت بتعرفني ما سمعتي؟ فياض اطلع. لا تاكلي يا امي، انت فوتي على الدرس وهلا بلحقك. لك انت كيف بتلاقيني؟ شميت ريحتك. ايدك. ما في مصيبة ما صارت معي من تحت راسك. أنا اللي قلت لك روح اضربه للزلمة بالسكين. شو بدي أعمل؟ بخلي هداك الكلب جنبك؟ أنا عملت كل هذا الشيء من شانك. من شانك مو ست شهور، بنسجن العمر كله. فياض شو أنت، ليش ما عم تفهم علي؟ نحن مستحيل يصير شيء بيناتنا، روح واتركني بحالي بقى. بعدين شوف، أبي توفى وأنا قاعدة هلا ببيت عمي. إذا عرفوا فيك رح يزتوني بالشارع أنا متأكدة. تشتيش ما بيعملوها. لا تاكلي هم. مبين بحبوك كتير، بالأول طوق وهلأ البلاك. ليك بدك ترجع لي الطوق، هدي كل مرة سألني عمي عنه وقلت له مخبيته. الله يوفقك، عطيني يا بلا ما أزعل. لا معقولة أنا زعلك يا سوزان؟ والله لأنه هذا الطوق غالي عليك أنا ما بعته. إيه بس اشفقي علي، شفتي أنا من وين إجيت كرمالك؟ ما بزعل أنا، بالله قولي إذا تعطيني هذا البلاك اللي بإيدك برجع لك الطوق. أوعك، مستحيل. أعطيني إياه بالرواء أحسن ما أنزعلك. ما رأيك؟ ما بتقدر تعمل شي، صوت واحد بلم كل ناس عليك، عم تفهم؟ يلا صرخي، بالله صرخي لنشوف عمك شو بده يعمل بس يشوف صفحة السوابق تبع بنت أخوه. أي صفحة السوابق؟ وانت اللي قبضوا عليك عند الصايغ وأخذوك على المخفر؟ أولاً أنا ما عملت شي بهداك اليوم، وحضرتك يلي حطيت الذهبات بشنطتي. والله بس بمحضر الشرطة مو هيك مكتوب. تعي نتفق أنا وياكي، تعطيني مصاري برجع لك الطوق، كيفني معك؟ ها؟ بدك تاخد مني مصاري لحتى ترجع لي طوقي؟ مصروفي يا سوزان، اعتبريهم دين. طيب والبلاك اقبلوا منك مقدم. ايه هذا مقدم منك يا سوزان لإلي. ايه لا تخافي. وينه؟ راح ما هيك؟ ها؟ اهلا وسهلا شاهيناز خانو. اهلا نورا، شكرا، كيفك؟ منيحه شكرا كثير، وكيف حضرتك؟ منيحه انا بخير. سامي بمكتبه؟ ايه فوت اعطي خبر. شكرا، ما في داعي، فايته لعنده. مرحبا سامي. اهلين. مشغول بشي؟ لا فوتي فوتي.
خير؟ صاير معكم شي مشكلة بالبيت؟ كله رواق، يعني لازم يكون في مشكلة لحتى اجي اشوف زوجي واقعد معه؟ روحي بالعكس، بس استغربت جيتك. ولو شو بتشربي؟ ما بدي شي شكرا. لا، كأنه في شي صاير. سامي بدي حاكيك بشغلة بس لا تتضايق. قولي. وعدني بالأول. لا تخليني إلى أكثر من هيك، ما تحكي لي شو في؟ سوزان صاير لشي وما بدكم تقولولي؟ لا. بخصوص أختي زينة. بنت حماية الدلوعة عاجبة طعم كنبايات ومصرياتها ما بيكفوا. يا ريت الشغلة بسيطة لهالدرجة. بس خطيبة لزينة ماجد لسه ما لقى شغل لهلأ. لا تقولي إنه لسه ما لقى شغل، قولي إنه هو ما بده يشتغل. مو صحيح سامي. لو زينة أخذت رأيي كنت قلت لها من الأول لا تقبلي بهالزلمة. بس طبعا زينة دائما ما بتعمل غير اللي بتشوفه. البنت حبته عيب شي؟ ليش فتحتي هالموضوع؟ قلت لحالي إذا فيك تدبر شغلة لماجد بالشركة. بشركتنا؟ إذا بدك، يعني بيشتغل عامل أو مستخدم أي شيء، المهم يصلن راتب منيح يعيشوا منه كل شهر، وبس يلاقي شغل أحسن بيترك. وإنت لوقتها كمان. ما بعرف يا شاهيناز، إذا بدك رأيي أنا هو مو مناسب ليشتغل هون بنوب. بعرف إنه متهور شوي بس رح يروق أول ما يتزوج، وانت حاول انك تساعده كمان. يا سامي هلا هو عم يفكر يتزوج، وبتعرف قديش رح يكون في عنده مصاريف والتزامات، وهن ما لهم حدا يلجأوا له. ومثل ما بعتبر سعيد اخي الصغير، اعتبر انه زينة اختك الصغيرة. ومثل ما اهتميت بسعيد اهتم فيها. خلص خلص، انت معك حق. قولي له اذا هيك خليه يجي مشان احكي معه. شوفي بس من الأول يفهم، ماجد ما قاله شغل ورا طاولة. والله ما بظن إله عيني تشرت. شكرا كتير سامي. ماشي ولا يهمك. وينك لهلأ يا زلمة؟ طيب كنت فوت استناني جوا لبين ما أجي. ما بدي فوت لحالي. أقول ما معك مصاري. طبعا ما معي. جايب معك شي؟ هالفترة أنا وأخي مو صحبة، معي شوي بس. خلص مناح، بكفونا نلعب اليوم. لك خبيه هون. مرحبا. مرحبا. تفضلوا. يلا فوت. مشي الحال؟ ايه يسلم. اهلا وسهلا. مرحبا. يا هلا. مرحبا. اهلين. هات اعطيني شوي. مسك هدول. بيكفوا. وين بدنا نقعد؟ مثل ما بدك. طيب. ايه طاولتنا. جدد؟ لا. لا خلص. لا تزعل كابتن، مرة تانية بتتوفى. ما في حظ الليلة. ايه. عيدوا شباب محلكم، شوفوا حظكم الليلة. ايه يلا. شو بتعود؟ والله حاسس لك حالي محظوظ. يلا. هلأ أول ما تدرى زينة رح ترتاح كتير وتكون بخير. عفوا، ما كنت بعرف انه عندك ضيوف. لا لا، ما عندي ضيوف. تفضل فوت. مدامتي شاهيناز، مدير المشروع خليل. مرحبا، تشرفت بمعرفتك. كيفك؟ انا منيحه شكرا. وانت؟ انا ولا احسن من هيك. حرام عليك يا سامي، دائما بتحكي لي عن اكلات مرتك الطيبين بس ولا مره حكيت لي عن جمالها. كلك ذوق. ما صار مجال يعني. شاهيناز خانم، هذا زوجك كان كتوم كتير من زمان وما تغير لهلا، وكمان بيعرف كيف يخبي الجمال يلي بيملكه منيح. تعالوا نتعشى سوا، لا احكي لك اللي بعرفه عنه عن اسراره، شو رايك؟ ما دام متشوق انك تحكي له، تعال تعشى عنا الليله. وهيك بده اكلاتها، وكمان تحكي لك كيف كنت تنقل مني بالفحص. مو ببلاش كنت انقل منك، انا كنت ارسم لك الرسمات.
كل شيء له تمن. تفضل لعنا أكيد. أهلا وسهلا. والله عزيمة سامي أنا ما حسيت كتير من القلب، بس لما عزمتيني ما عاد فيني أرفض. بيشرفني. خدي اشربي شوية مي. يا ريتك لا رديتي عليه ولا طلعتي معه. طيب شو حكيته لحتى متضايقة كل هالقد؟ ولا شي. مو معقول. شو كنت مرعوبة؟ إلا شوي كنت رح أتصل بالأستاذ سامي. بس ما اتصلت في صفاء ما هيك؟ ما اتصلت بس انتي من وين بتعرفي واحد مثل هاد؟ انتي فيكي تحفظي السر؟ هذا لما كنت عايشة بإزمير كان عم يلاحقني طول الوقت. ايه وطبعا ما كنت أعطيه وش، كنت مفكرة انه رح يحل عني، بس ما تركني، اجا وراي على اسطنبول. وليش مخبي عن الأستاذ سامي هالموضوع؟ رح يصير الوضع أسوأ إذا بقله، لأنه أكيد رح يخبر الشرطة دغري. ويروح يخبر الشرطة؟ أنت شو دخلك؟ الموضوع مانو سهل، لأنه خالي حورية كانت منيحة معي وإلى أفضال علي كتير، وكرمال خاطرة عم حاول إني حلها بالمنيحة معه. واضح عليه واحد مشراني وما بيفهم بالمنيحة أبدا. إلا ما أخلص منه شي. أمينة، أول ما تغلي الشوربة بطفي تحتها فورا، وبس يوصل الضيف بتروحي على غرفتك. خليني قاعدة هون، بجوز تحتاجي شي. ما في لزوم، إذا ما شفتك أحسن. أيوة، دقيقة زينة، رح أحكي من المدخل، سكري السماعة. أمينة سكري. سكرتها يا خانم. ألو. اليوم حكيت مع سامي وخلص اقتنع. حكي مع ماجد هلأ وقبل ما تبرد القصة خليه بكرة يروح على الشركة. ماشي. شو بيعرفني شو بده يشتغل زينة؟ وكمان إلكن عين تتشرطوا عليه؟ قليلة. يلا هلأ روحي، عندي شغل. حظي زفت. يس. شو هالحظات؟ شباب بلا هاي الحركات، بدكن تلعبوا لعبوا بأدبكن. لا تواخذنا معلم، اصلا انا عرفت حظي اليوم بكفي. سعيد يلا تعال انت قوم. يلا يلا لعبوا شباب. عفوا لحظة بس. تمام هيك منال، بنحكي بعدين، هلا عندي شغل. كرت انت شو لك علاقة وين انا؟ واحد خلاص يلا سكري. شو المدام؟ عفوا انت شو دخلك؟ خليك بشغلك. بحياة الله معلم. لحظة روق شوي، روق. الزلمة مزاجه معكر اليوم ومتضايق شوي، فلا تزعل منه. هلا باخد حقي. لك شو بك اليوم مساك أعصابك وروق شوي؟ رواء أنا ما فيني شي. أنت أدي اللي حكيته؟ آه يا بنتي، ما تاخدي المفاتيح قبل ما تطلعي، رح تعملوني بواب بهالعمر، يعني هيك بتكون؟ آسفة خالي أمينة، آسفة، كنت مستعجلة وما لقيته. ليش بقى كنتي مستعجلة؟ خير شو عندي؟ في عنا ضيوف على العشاء، البسي لك شي يكون مثل الخلق، يعني يكون مرتب شوي ومو قصير ومكشوف. آه
لك معقول؟ بتعرف انه اخذنا بتارنا من جميل وخلصناه كل شيء معه؟ وخربنا له بيته. كل شيء اخذوا منا من قبل اخذنا ضعفه وزياده كمان. ايه صح. اخ شو نعمل فيهم؟ حطهم بجيبتك. ايه اللي وين بدنا نقسم المصاري؟ هلا انا في عندي شغله صغيره، روح انت قبلي. اذا هيك مساك حصتك. يسلموا. والفراطة ضلت معي. طيب تعال وصلك. خلص باخذ تاكسي، لا تاكل هم. مثل ما بدك، يلا بشوفك. اوكي. عمي احمد ما رح يجي؟ اليوم بابا موعد رفقاته بالجمعيه بدهم يسهروا، وقال لي بنتعشى سوا غير يوم ان شاء الله. ليكون ما اجى لاني هون سامي. فهمانه منيح؟ عقلنا ما طبق على بعض. لا معقول هالحكي يا خليل. بابا ما بيرتاح للناس بسهولة، مو بس حضرتك. لو سمحت لا تتحسس من هالقصة. سوزان ما بدها تتعشى؟ ما بعرف، بجوز ما أنا جوعانة. تعطيني صحنك لأسكب لك؟ تفضلي. معقول ما تاكل معنا؟ رايح نديلة. البنت حرة سامي، تجي على راحتها. طيب ماشي. البنت؟ بس أنت ما كان عندك أخشب؟ انت بتوصل سعيد مو هيك؟ سوزان بتكون بنت عمي حسني وهالفتره هي عايشه معنا هون بالبيت. انت بتحب شوربه الفطر خليل بيك؟ ايه كتير والله. معناتها ان شاء الله تحب شوربتي. طيبه، يسلموا ايديكي. صحه وهنا. في ناس كتير بيعملوها سميكه بتطلع دسمه معهم، بس شوربتك عملتيها على الاصول. اها هاي سوزان. خليل مرحبا. مساء الخير، انا خليل. تشرفت بمعرفتك. الشرف لإلي. ايه منال، شو الشي المهم؟ شو معناتها ما بينحكى على التليفون؟ اه وينك انت هلا؟ طيب استني جاي فورا، لا تروحي. منال حاج تشربي زودتيها. لك انا حياتي كلها تدمرت. ما عم تفهمي، حياتي كلها تدمرت ولازم انزوج على كله. تركيني بقى. إذا هيك روحي احكي مع سعيد وقلي له يرجع لك وخلينا نخلص من هالمصيبة كلنا. شو ما في غير سعيد؟ فهمنا إنه الشاب لساته بأول عمره وحلو وظريف، إيه بس ما بقي غيره بالدنيا شاب؟ لا ما بقي. عم تفهمي؟ ما بقي. إيه بالدنيا ما بقي حدا غيره. يا منال كل ما منروح على محل بتعملينا مشكلة، روقي بقى. ما بهمني أبداً، ما بهمني أبداً. سعيد سعيد. خلص خلص سعيد. لك لا تصرخي منال. سعيد شو سكرانة يعني؟ ليش عم تضحكوا؟ ليش عم تضحكوا؟ بحياتكم ما شفتوا بنت بتحب شبه الأدى. شبه الأدى شو عم تعملي منال؟ عفوا عفوا يا أخي، خلص آسف آسف. لك أنت شو عم تعملي؟ عم تخجلي من الناس؟ ما بخجل. أنت بتخجل بس تطلع مع بنت عمك وتروحوا على المطاعم؟ عم تعمل لك اللي عم أعمل لك يا أنا؟ لك شبكي مجنونة، شو عم تعملي أنت؟ أوعك تحاول تكذب، شفتك بعيوني. بالأول رحتوا على المطعم وفطرتوا وشربتوا شاي ووصلت على المعهد بسيارتك، وطول الطريق عم تضحك وتتمايع، وانت كنت مبسوط كتير مع هالواطية ومالك خلق كاسيني. رسيف تطلعي 60 واطية. ما حأخرس مفهوم؟ كذاب. هالواطية عرفانة كيف تعلقك على المزبوط. سدي حلقك واخرس يا عيب اللي عم تقولي. ايه لا ما رح اخرس، وبعرف منيح اللي عم قوله. كلكن عم تكذبوا عم تكذبوا عم تكذبوا. خرسي خرسي، بخنقك بإيدي هون والله. ها سعيد اتركها. لا لا ايه بعدي. لا تتركني، لا تتركني لو سمحت. خلص بطل شي نحكي انا وياكي، خلص عم تلحقيني مثل المجانين، فضحتيني بين الناس. خلصنا. خليك زلمه، واجهني، لا تهرب مني. بكيف الناس خلص. لك انت بدك تصير الشر تتحمل المسؤوليه. لك شو صار؟ يا لطيف. عدنان تعا. منال ايش شو صار لها؟ غرقت بدمها. منال طلبوا الاسعاف بسرعة. معناتها عم تعملي دورات؟ قررتي بأي جامعة بدك تدرسي؟ لا بس أكيد رح أدرس بجامعة من جامعات الدولة. شوف بعدين.
برأيي تشوفي الجامعات الخاصة. مو بس يلي عنا، حتى اللي برات البلد شوفيهم كمان. أنا ما بدي يكون حملة تقيلة على حدا وضايقه. آه هيك رح أزعل منك، معقول الحكي هاد؟ فيك تروحي على الجامعة اللي بدك إياها. عن جد عم تحكي؟ طبعا أكيد، أنا عندي رفقات كتير برا البلد، إذا بدك بسألك عن جامعة منيحة للسجل فيها. عن جد؟ والجامعات اللي عنا كتير مناح وأحسن من الجامعات اللي برا. بعدين هي ما بتحب تعيش بعيدة عن عائلتها لفترة طويلة. سوزان صار بيتها هون وما عاد بدنا نخسرها أبدا. شاهيناز معلش تعطيني قطعة تانية، هي ما كتير حبيتها. لسه بدك تاكلي؟ شو عمل؟ باكل باكل وما بسمن ولا كيلو. إذا هيك اليوم كله. شاهيناز على قد ما الأكل طيب، الواحد ما عم يقدر يمسك حاله. تعرفي شو اللي ما عم صدقه؟ انك عاملة كل هالأكل الطيب وملاقي وقت لحتى تهتمي بحالك. بصراحة ألا شوي رح أبلش غار من سامي. عم تخجلني خليل بيك. ايه تفرجتي على اسطنبول، يعني صار عندك وقت شي؟ مو كتير. رح أقلك شو تعملي، فضي حالك يوم وتمشي بشوارع البلد شارع شارع. أنا لهلأ بمشي وبضل ساعات عم لف بالشوارع وخصوصي بالحارات، بحس إني بحالة حب. هلأ بعد ما عشت برا وشفت بلادي كتير لسه بتلاقي اسطنبول حلوة؟ معقول؟ كل ما بمشي بكتشف فيها شي جديد حلو. إسعاف؟ ساعدونا بسرعة. جيبوا نقالة دكتور هون بسرعة. لك يلا استعجلوا، يلا صاروا عندك. جيبوا نقالة رجاءً. بسرعة بسرعة. منال منال حادث بالسيارة؟ لا 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 لا، وقعت على طاولة بلور، فقدت توازنها وقعت على وشها. انت شو عم تحكي؟ دفشتها بإيدك ووقعت على الطاولة، ليش عم تكذب عليهم؟ انا اهدي شوي، خلص روقي. كيف بدك يعني اهدى؟ ولك انت كيف بتمد ايدك على مرا؟ ولك كيف بتمدها على مرا؟ اتصلي بالشرطه فورا. انت شو عم تقولي؟ انا ما دفشتها. بتشوفي يا سعيد، اي نعم سعيد. سامي سامي انا تبهدلت. اللي شو ما معك تدفع الحساب؟ شو؟ انت بالمشفى؟ شوفي سامي وينه؟ شوفي سعيد شو صاير معه؟ مرحبا. سلامتها، ممكن تحكي لنا عن الحادث؟ الله يسلمك. سعيد سعيد انت منيح؟ انا منيح ما فيني شيء، بس منال يلي ما لها منيحه. منال مين؟ شو رفيقتك بالجامعه؟ لا هي. شو عم يعمل الشرطه هون؟ هذا انت بابا؟ مين راح يكون بهالوقت غيري انا يا بنتي؟ سامي رح يوصله لخليل بيك على البيت، لأنه خليل ما إجا بسيارته. وسعيد؟ سعيد راح مشان يحضر عيد ميلاد رفيقه ورح يتأخر بالجي اليوم. إمتى بدنا نخلص من هالمشاوير بالليل؟ والله قلبي مو مرتاح وخايف يصير له شي لهالصبي. خدي. وحياة الله أنا ما دفشتها، كانت سكرانة وهجمت علي والظاهر فقدت توازنها فوقعت على طاولة بلور كانت جنبها ووشها تجرح وهذا اللي صار. يا أخي صدقني سعيد شو عملت أنت؟ طيب وإذا صار لها شي؟ لك شو بيعرفني؟ صار شي ضرب بيناته؟ هو ضربها وبعدين دفشة فوقعت. كتوب عندك سعيد؟ مين المرة يلي هونيك لحتى عم تحكي للشرطة شو صار؟ ميسر رفيقتها لمنال. في حدا ورفيقتها شو اجت تعمل معكم؟ في طبعا، في كل اللي كانوا سهرانين بالمحل شافوا انه دفشة. وقديش عمره منال؟ ولك يا عيب الشو،
ما لقيت وحدة من عمرك لترافق هي. اصحى حاجتك، اصحى حالك. سعيد بك. نعم. بدنا إفادتك لو سمحتوا فورا، لازم تروح معنا. استنى شوي. مرحبا، أنا سامي تونجا أخو. كيف بقدر إني ساعدكم؟ سمعت صوت جاي من تحت هاد سعيد اللي إجا؟ شو صاير معه؟ لا تعيطي، وطي صوتك شوي. لسه ما وصلني أي أخبار عن سامي وسعيد وبابا إجا. ديري بالك تغلطي بشي كلمة قدامه. نحن آسفين على الشي اللي صار ومنعتذر منكم. رح أعطيكم كارتي الخاص، تقدروا تتصلوا فيني أنا وأخي إمتى ما بدكم. طيب ماشي، بتشكرك. شكرا. رح يقبضوا علي ما هيك؟ دعي لربك المرة الطيب، إذا ما طابت بتروح فيها. كيف دكتور؟ وضع مستقر الحمد لله. سلامتها. شكرا. لك انت شو لساتك عم تعمل هون؟ يا خانم يلا روح. يا خانم اهدي شوي. انت رح تدفع الثمن. خلص رح تدفعه. نقلع. طبعا مو فرقانة معك شو صار بالبنت. لو سمحت خلصنا امشوا. يلا سامي امشي. سامي انا رح روح لحالي. اطلع بالسيارة فورا. يلا تعال روحوا انتو، ما في داعي، انا باخد تاكسي والحمد لله على سلامته. بدك ما تواخذنا نزعنا مرائك الليلة. شو هالحكي سامي، يا ريت كنت بقدر ساعدك بشي اكتر. بتشكرك على وقفتك معنا. انا اسف اخي. أها، وإذا تأسفت رح يتصلح كل شيء ما هيك؟ وصلت حضرتك لهالعمر وما عملت ولا شغلة صح، كل خطوة بتعفس أكتر. بس الحق علي أنا، وأنا بعرف إني سكتت عنك وقلت بيتحسن، لساته شاب صغير. وصلتني لمرحلة إني وقف بوش أبي كرمال حضرتك. بس خلص لهون وبس يا سعيد، بيكفيك لهون. والمرة يلي اسمها منال إذا راحت اشتكت عليك أنا ما رح أقدر أحميك، عم تفهم؟ خلص فهمت فهمت، بروح بحكي معه وبعتذر منه، وإذا اضطريت بوس رجليها كمان. آه، خبص وخرب واعتذر. طيب أنا أخوك، هالمرة ليش مجبورة أن تتحملك؟ وكمان فوق بدون ما تستحي عم بتفكر أفكار غريبة بخصوصا لسوزان؟ مو مصدق أنه بدك ترباية من أول وجديد؟ شو علاقة هاد بهاد هلأ؟ قالوا إيش يا ناز؟ شوي ومنجي على البيت وبحكي لكم. أخي بابا ما وصل لعندكم؟ ماشي ماشي، لكنا على وصول. هاي شاهيناز جانة من خوف عليك. مرحبا، جبت لك قهوة تفضلي. شكرا ما بدي. لا تقلقي، أنا لا رفيق سعيد ولا بقربه، أنا بكون رفيق أخو الكبير. ايه وحضرتك شو عم تعمل هون؟ بصراحة لما عرفت شو صار مع رفيقتك زعلت كتير، وإذا في شي بقدر أعمل لها أنا جاهز. مشكور، سعيد عمل اللازم وأكتر ما هيك؟ كان في علاقة حب بيناتهم ما هيك؟ عشق حب وغيرة وهيك شي. منال بتحبه كتير، بس سعيد شخص أناني كتير وما بيحب حدا غير حاله. كان عم يطلع مع بنات غيره ولما كشفته تخانقوا مع بعض وصار اللي صار بيناتهم. طيب هني من إمتى مرتبطين ببعض؟ فوت لشوف. سعيد شو في انت منيح؟ ما في شيء، رفيقه عمل حادث بالسيارة واخدوه على المشفى. سعيد خلص سعيد خلص، ما في شيء، خلص اتركيه، لازم يرتاح. يلا على اوضتك. انت منيح سامي؟ منيح منيح، اطلعي.
سعيد؟ أنا ما رح أرتاح لأعرف شو صار. ما قدرت نام، رفيقك منيح؟ أنت منيح؟ يمكن منيح، بس وشو تشوى. خلاص خلاص لا تبكي، انت مالك ذنب ابدا. اكيد ما لي ذنب، اكيد. طلع فيه، خلاص رح يتحسن. روق لا تبكي.